حينما نتساءل ما هو الحق، وتحديدا حول هذه الآية قد جاءكم الرسول بالحق من عند ربكم، نحتاج من حضرتك التوضيح عن كيف فسر المسلمون الأوائل مفهومهم أو تقبلهم للحق. اتفضل. يزيد فضلك. معظم مفسرين الإسلام أجمعوا أنه الحق هو الإسلام كدين، وأن محمد هو رسول من عند الله، وإذا كانوا سنة أو إذا كانوا شيعة، ويقولون أن محمد جاء بالحق وهو التوحيد، وهو أن الله واحد لا إله إلا هو لا شريك. هذا كل اللي نعرفه من المقولة المطولة عن مسألة التوحيد، وأن محمد هو الرسول وهو النبي اللي جاء بالحق. آيات قرآنية كثيرة تقول أن محمد جاء بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، يعني محمد جاء مصدقا لما قالوا موسى وما قالوا عيسى. أنا بتكلم الآن بالطريقة الإسلامية، يعني أنه عيسى، لكن طبعا الإنجيل علمنا أن المسيح هو الحق، هو قال عن نفسه أنا هو الطريق والقيامة والحق. المسيح قال عن نفسه دائما، قال لما يكلم التلاميذ وحتى غير التلاميذ يقولهم الحق الحق أقول لكم. والمسيح وضح كل شيء، والمسيح تمم كل ناموس موسى، وأعلن الحق الكتابي أنه الله سبحانه وتنازل جاء بالهيئة كإنسان في شخص المسيح، وتمم ناموس موسى اللي عجز عنه كل البشر، وبالتالي أصبح المسيح هو المؤهل الوحيد لكي يفدي الذين هم تحت الناموس، لأنه كان مولود تحت الناموس. لذلك هذا طبعا الفكر وضح الإنجيل بشكل مطول، ما أريد أسرد الآيات الإنجيلية اللي تتكلم عن هذا الموضوع. الآن اللي أريد أقوله، هل محمد أنطى الحق اللي قالوا المسيح أم كسر هذا الحق؟ خليني أستعرض لك بعض الأشياء إذا تسمحي لي أخت نوال. المسيح مثلا قال عن نفسه أنه هو الطريق الوحيد اللي يوصل الإنسان للخلاص. هل محمد قال المسيح أنه هو الطريق الوحيد؟ بالطبع لا. هذا من جهة شخص المسيح. على العكس، الإسلام أو القرآن نكر شخص المسيح. المسيح شرع كثير تشريعات، أنا أعطي مثالين بسرعة علشان ما أخذ من وقتكم. المسيح قال، سمعتم قد قيل من البدء أنه رجل وامرأة، وتكلم أيضا حتى عن الطلاق وقال لقساوة قلوبكم، أي شعب إسرائيل، أن الرب أنطاهم الطلاق، وأنطى الطلاق إلا لعلة الزنا. بعدين قال إذا كان الرجل قد طلق امرأته، وهذا موجود في العهد القديم أيضا، إذا الرجل طلق امرأته وذهبت وأصبحت زوجة لآخر لا يحق وترجع تصبح له زوجة مرة ثانية، لأنها قد دنست ميراثه. فبالتالي الرجل اليهودي أو المسيحي إذا طلق زوجته وتزوجت من رجل آخر لا يحق ترجع إلى الزوج الأولاني، على عكس ما يقول الإسلام في سورة البقرة الآية 230، إذا طلقها يقول لا تحله حتى تنكح زوجا آخر، اللي هي شريعة المحلل. هذا يعني محمد جاب ناموس يخالف الناموس هذا غير مثلا وضع نواميس أخرى، مثلا في مسألة الزنا محمد وضع على الزنا أنه 4 شهود لازم يكونون شهود عدول يشهدون حادثة الزنا. ما أريد أقول التعبيرات الإسلامية اللي توحي للجنس أنه يرون العملية الجنسية مفصلة، يعني بما معناه محمد قال عن نفسه في القرآن في سورة النساء 70 اللي هي مدار حديثنا في هذا اليوم، أنه هو رسول جاء بالحق، لكن هو ليس بالرسول ولم يأتي بأي حق، بل العكس، محمد جاء بالضلالة. نعرف المسيح قال عن نفسه أنه هو الألف وهو الياء، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين،
وهذه العبارة مع الأسف إحنا كمسيحيين ما نرددها بيننا وبين بعض ولا نرددها في مسامع المسلمين وغير المسلمين، أن المسيح هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يوجد نبي بعده، والنبوة قد ختمت، النبوة المكتوبة في الكتاب المقدس قد ختمت في سفر الرؤيا، لا يوجد وحي بعد وحي سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر في الكتاب المقدس. وأيضا الوحي الإلهي يقول من يزيد على هذا الكتاب حرف يزيد الله الضربات عليه، طبعا يقصد سفر الرؤيا، ومن ينقص منه الله يحذف اسمه من سفر الحياة الأبدية. فمحمد هو لم يجيء بالحق، محمد جاء بالباطل، جاء بشريعة خالفت شريعة موسى وعيسى، جاء بالقتل، جاء بالسلب، بالنهب، بالاغتصاب، بهدر حق المرأة، جعلها نصف إنسان في الميراث ونصف إنسان بالشهادة، وجعلها كالكلب الأسود تقطع الصلاة. محمد شوه الحق وجاء بالباطل، إذا صح التعبير جاء بكل الباطل، يعني كل ما أراده الشيطان بل أكثر محمد جاء به. يعني أنا أحب أقول هذا الشيء، هي مثل دعابة لكن هذه حقيقة أنا أعتبرها. محمد في يوم من الأيام بيصلي وترك القرآن وراه خطوتين، ومر الشيطان هو بيصلي فمسك القرآن فتح وقرأ فيه، هز راس الشيطان قال له محمد يعني عمرها ما أجت على بالي الأفكار الموجودة بالقرآن كأفكار شيطانية لم تخطر حتى على بال الشيطان. لذلك القرآن كتاب شيطاني فيه كل الضلالة، الله مضل، والله يأمر بالفسق، والله يرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزم. مش كافي هذا الشخص كافر، الله يرسل له شياطين عليه تأزه، يعني مريض بدل ما يعطوه علاج يعطوه سرطانات، يعطوه التهاب كبد فيروسي، ويعطوه أمراض مستعصية، هو مريض بمرض عادي. هذه فلسفة إله القرآن. فعن أي حق جاء محمد؟ محمد نبي مدعي نبوة، سبق في ذلك فاتك عراقي سمى نفسه ماني، نشر الديانة المانوية، وعلى فكرة أحمد ابن قتيبة المؤرخ الإسلامي ابن قتيبة يقول وكانت المانوية أو الزندقة في قريش، يعني اجى قبل محمد نبي ادعى النبوة هو نبي كاذب، والمسيح قال إنه صريح العبارة سوف يأتي من بعد أنبياء كذبة يأتونكم بثياب حملان وهم من الداخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. وثمار الإسلام اليوم صارت للقاصي وللداني، يعني حتى غير المسلمين عرفوا شو هي ثمار الإسلام. فعن أي حق يتكلم القرآن؟ أنا لا أعرف، يا ريت أحد من الإخوة المسلمين يطلع يكلمنا ويقول لنا عن أي حق أجا محمد.